النهارده مهم جدا ان كهربا يلعب للمباراه الثانيه على التوالي. المهاجم يعني من نوعيه انه محتاج حساسيه الملعب، حساسيه المباراه. كهربا كان بعيد الفتره اللي فاتت عن المباريات، النهارده ان كولر يبدا بيه المباراه الثانيه على التوالي برغم يعني اهدار عدد فرص من الفرص المباراه السابقه، ده يدي رساله للكهربا ان احنا واثقين فيك ومحتاجينك الفتره الجايه، خاصه بعد اصابه اسامه ابو علي. بالتاكيد هي فكره الثقه، الدعم، طالما انت مجتهد وما قصرتش. يعني برضو كابتن عماد قال حاجه حلوه، هي التوفيق وعدم التوفيق، هو يومك ولا مش يومك. لكن اللي ظهر كان كولر في الملعب ان كهربا اجاد، كهربا حاول، كهربا بيستعيد مستواه. هو اكيد كولر عارف كهربا بعيد بقاله فتره، ما بيشاركش في عدد مباريات كتير، عدد دقائق كتير. فالنهارده طالما هو في المباراه اظهر ان هو بيحاول، اظهر ان هو بيحاول يستعيد مستواه، في بيخلق فرص او بي في فرص او بتضيع، بس النهارده هو كويس، اداله يعني الثقه للمباراه انت تقلق الثانيه. ان هو لو ما بيوصلش للمرمى، لو ما بيوصلش لكن بدل او بيوصل بالظبط هيسجل. يعني لو ما بيوصلش او ما بيضغطش او واقف مثلا تمركزاته فيها مشكله، بيسرح كتير، بيقع في الاوفسايد كتير، كل دي ممكن النهارده المدرب يقوم طب لا ما انا مش وقته فيقوم سحب. لكن هو شايف برضو ان نوعيه المباراه او حجم المباراه يستحمل ان انا اديله فرصه. ليه؟ لان دي المباريات اللي ممكن كهربا يستعيد فيها مستوى. سهل جدا النهارده لو الدنيا مشيت بالشكل الطبيعي انت تسجل هدف او هدفين، الامور بالنسبه لك تبقى احسن وترتاح بعد كده. فهي دي الفكره، ان زي ما قلت لك هو عمل الحركه دي مع كهربا، قفشه طاهر خالد عبد الفتاح. يعني احنا شفنا طاهر، الناس كلها بعد ماتش سيراميكا في السوبر المصري لما لعب طاهر مهاجم توقعوا ان المباراه اللي بعديها بالظبط هيلعب، هيرجع يلعب وسام في النهائي، فلقينا ان طاهر بيلعب في مركز الجناح. فالنهارده طاهر طالما بيأدي، يا اما بيلعبوا مهاجم يا اما بيلعبوا جناح. نفس الامر خالد عبد الفتاح، نفس الامر مع قفشه، النهارده هو بيرجعه اساسي لما لقى ان هو لما بينزل بينفذ تعليمات. فنفس الامر هو بيتكرر مع كهربا. هنا لو ممكن معانا بس دقيقه نترجم الحته اللي كنا بنتكلم فيها، ان النادي الاهلي في الثلاث ماتشات اللي لعبهم في الدوري، هنتكلم ان الدوري هو الاستكمال مع دور المجموعات، هنفصل شويه بالانتر كونتيننتال، خلاص دي كانت مرحله. في الثلاث ماتشات اللي لعبناهم في الدوري احنا سجلنا 7 اهداف من 12 هدف متوقع. يعني احنا عملنا فرص يعني بنسبه 12 هدف متوقع، سجلنا 7. فهنا دي طبعا انت لما يبقى فيها في النص ماتش تعادل، هنا انت بتقلق. ليه؟ لان زي ما قلنا كده انصاف الفرص انت ما استغلتهاش، خسرت نقطتين لان انت ما قدرتش تستغل الفرص بالشكل الامثل. انا اقدر اقول في المباراه اللي فاتت مش يعني هي حته عدم التوفيق. ايوه، ما هي دي التوفيق مهم جدا في كره ما هي دي. القدم. فهنا انت زي ما بنقول كده الارقام دايما بتحللها الفكرتين، بتاخد الشكل الايجابي منها ان انت رحت على المرمى، خلقت فرص، صنعت فرص، لكن انت الجانب السلبي الوحيد ان انت التوفيق بتاعك ما كانش كويس او اللعيبه ما استغلتش الفرص دي بالشكل الامثل. لكن رقميا النادي الاهلي لو بنتكلم عن مستوى رقمي وتحليلي في الثلاث ماتشات بتوع الدوري، هو اللي كان الافضل، هو اللي كان يقدر ان هو يكسب كمان، سواء في تحديدا في مباراه الاتحاد السكندري هو عمل كده، في مباراه سيراميكا، في مباراه الاتحاد السكندري ما قدرش يعمل كده. فالنهارده انت عندك حاجه تبني عليها، ممكن مباراه زي استاد ابيجان دي لو كملت بتعمل السكور بتاعك، بتكمل، دي بتديك ثقه للفتره اللي جايه.